اهلا بحضراتكم من جديد، ومعانا دلوقتي موهبه فذه من مواهب الانشاد الديني، صاحبه صوت عذب واداء روحاني، دخلت مجال الانشاد حبا في سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وقدرت تحقق نجاحات كتير وتكسب محبه الجماهير. خلوني كده نرحب بضيفتي اللي منوراني في مدد، المنشده امنه الزينبيه. ازيك يا امنه؟ ازي حضرتك عامل؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منورانا في مدد. الله يحفظك يا رب. طيب بدايه، ايه موضوع امنه الزينبيه؟ يعني ده اسمك؟ لا مش اسمي، هو ده لقب. اه ده لقب. جه بقى ازاي وحكايته ايه؟ هو انا اسمي الحقيقي امنيه. امنيه كمان؟ امنيه. امنيه محمد، واسم امنه الزينبيه لاني انا اول ما بدات انشد وامدح سيدنا النبي كان في حضره السيده زينب. انا كنت المكان كنت بتردد عليه كتير جدا جدا من محبه رضي الله عنها السيده زينب. فاول ما بدات انشد انشدت في مقام حضره السيده زينب، ولقيت بقى يعني كل ال ده كان انشاد ايه؟ كنت رايحه زياره ولا رايحه شغل ولا انت بتروحي هناك تنشدي لوحدك؟ انا بروح هناك زياره. زياره؟ تودد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على طول. فاول ما حاولت ان انا امدح فسمعت بواحده كده كانت بتمدح وتمدح للسيده زينب. فتمنيت يعني ان انا نفسي كده ربنا يديني الجرأه ان انا انشد في الجمع ده وفي وسط كل المحبين وبيبقى في ناس كتير جدا. فانشدت ساعتها حاجه للسيده زينب رضي الله عنها وارضاها، ولقيت بقى يعني اقبال وحب من الناس ليا جدا، وبقيت كل ما بتردد الناس عرفتني ويلا كمل. اتعودتي بقى؟ اتعودت على كده. فحاولت ان انا اجيب بقى الاسم امين على اسم ام حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والزينبيه، لاني انا اول ما بدات في حضره السيده. بس لقب جميل. طبعا الحمد لله. ابتديت ترددي للسيده زينب رضي الله عنها وارضاها من كام سنه يعني مثلا؟ لا يعني كام ده مثلا؟ بقالك مثلا 5-6 سنين على هذا؟ لا اكتر بكتير جدا. والله؟ يعني بتردد بقالي سنين يعني اكتر من 15 سنه. انا مش بتكلم على لا اما الواحد بيروح يزور طبعا. ايوه انا لا انا بتكلم ابتديت تنشدي هناك من أيوة امتى؟ من 15 او اكتر كمان. يا ما شاء الله. بس انا ما بداتش اظهر السوشيال ميديا الا من 5 سنوات او 4 سنوات، من قريب جدا يعني. ابتديتي بس كده؟ ابتديت على السوشيال ميديا، اما في الارض الواقع بقى في الحضرات في المجالس اللي هناك في السيده زينب. يعني انت بتتكلمي ان انت بتنشدي بقالك 15 سنه مثلا؟ هو اكتر من كده طبعا. والله بس انا في المكان الله. ان قدام الجمهور بقى وقدام العالم بتاع حضره السيده زينب والمحبين. طيب قبل ما اقول لك بقى مين علمك الانشاد ومين حببك في المجال ومين دخلك المجال نسمع بقى طبعا مدد. طب مدد. طيب نسمع ايه الاول؟ طه حبيبي. يلا عليه الصلاه والسلام. طه حبيبي نور الانوار، حلوه صلاه بصليها، وانا نفسي اكون من الزوار في الروضه واصلي فيها. طه حبيبي، طه حبيبي نور الانوار، حلوه صلاه بصليها، وانا نفسي اكون من الزوار في الروضه صلي فيها. طه حبيبي عايشين يا هادينا في خيرك والروح ما تتنفس غيرك، عايشين يا هادينا في خيرك والروح ما تتنفس غيرك. احمد نبينا يا طه ساكن المدينة، يا طه احمد نبينا ساكن المدينة يا طه، وخطوتي على خطى سيرك يا نور وساكن في الأرواح، يا روح حياتي وعليها. طه حبيبي، طه حبيبي نور الأنوار، حلوة صلاتي بصليها، ونفسي أكون من الزوار في الروضة صلي فيها. طه حبيبي رسول من المولى اختارك، قائد زعيم واستنصارك، رسول من المولى اختارك، قائد زعيم واستنصارك، من مكة سافر في الهجرة، من ظلم كافر في الهجرة، من مكة سافر في الهجرة، من ظلم كافر في الهجرة، باضت حمامة على غارك، أدت رسالتك خير وسلام، قرآن وسنة نأديها. طه حبيبي، طه حبيبي نور الأنوار،
حلوة صلاتي بصليها، ونفسي أكون من الزوار في الروضة وأصلي فيها. طه حبيبي. بس ايه موضوع اللحن بقى ده؟ اللحن ده طبعا ما بتاع الأسر بلدنا. الأسر بلدنا. الأستاذ محمد العزبي طبعا رحمة الله عليه، يعني رحمة الله عليه. اشمعنى بقى اخترت اللحن ده؟ هو أنا دايما حبيت، أو أنا حسيت إن الشباب والمجتمع دلوقتي بيميل للألحان بتاع الغنى، فأنا حبيت إن أنا أحب الناس إن أنا آخد أغير الكلمات نحطها. هو مش بيميل ده يعتبر تراث عندنا، يعني الموضوع ده أساسا من أيام يعني سيدنا إبراهيم الإسكندراني. طبعا الشيخ إبراهيم الإسكندراني يعني هو اللي كان أول واحد لما ما دخل اللحن او الاغاني القديمه دخل فيها الكلمات بتاعت مدح الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب ارجع تاني ليك يا امنه بقى، دخلت بقى مجال الانشاد ازاي، ومين ساعدك ومين علمك مجال الانشاد؟ القصه اللي احنا بنحب نعرفها عن كل ضيوفنا. طبعا انا بعد ما بدات ان انا يعني انشد في الساحه وكده، كان طبعا والدتي ووالدي اول ما عرفوا بقى. يعني انت بتنشدي في الساحه من غير ما حد يعلمك او ولا ده كان سامع الاول؟ لا، دي موهبه. موهبه يعني. نعم. محبه كده وموهبه. تمام. وبعدها بدات ان انا والدي ووالدتي سمعوا وبقوا فرحانين بيا جدا جدا، واحنا في البيت كلنا يعني محبين لسيدنا النبي وآل البيت، فبقوا مبسوطين جدا ان ربنا اعطانا يعني ان احنا كنا مدحين في حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفتره دي كان موجود، كان في جروب كده تبع الشيخ اشرف سعد، وقال لي يا ريت تنزلي صوتك ونشوف راي الناس. وبعد ما عرفوا قال لي طب عايزين بقى نوجه، نخلي الموهبه دي نسقلها بالعلم. ففي الفترة دي توجهت بقى ورحت اتعلمت على ايد أستاذ محمد ياسين المرعشلي المرشد السوري طبعا في مؤسسة الحلقة في سيدنا الحسين. درست معاه حوالي 3 سنوات، وبعد كده بدأت ان انا عايزة اسقل موهبتي اكتر، فالتحقت بمدرسه الانشاد الديني بقى وبقياده بقى الشيخ محمود التهامي، ودرس لي الشيخ طه الاسكندراني. يعني انت حبيت الاول الانشاد وبعد كده درستيه؟ طبعا. طب هل كان في حد من اسرتك برضو كان بيحب مجال الانشاد غير والدك والدتك؟ هل حد كان بينشد؟ لا. ده حاجه كده بقى من ربنا. دي الحمد لله يعني. يعني موهبه كده من ربنا ونعمه كبيره جدا وفضل من الله سبحانه. طيب انت لما بتروحي بقى يعني السيده زينب رضي الله عنها وارضاها، بتشوفي ازاي الناس ارتباط الناس باولياء الله الصالحين؟ هو احنا يعني من رايي انا كلمه ارتباط دي كلمه صغيره جدا جدا في حق المصريين بالنسبه لحبهم بل عشقهم لحضره السيده زينب وقلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اكبر دليل على ارتباط المصريين بقى بستنا زينب وبآل البيت ان السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعد حرب قربلاء وبعد اللي حصل معاها وكل البيبانات اتقفلت قدامها، حتى يعني حكام الدولة الأموية في الوقت ده قفلوا كل بيبانهم قدام السيدة زينب عشان تيجي. الحاكم الوحيد اللي فتح لها الباب هو حاكم مصر وقعدها في القصر بتاعه اللي هو نعم. دلوقتي طبعا مقام السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. فالمصريين محبين جدا جدا لآل البيت. نعم. حتى في ذكر الإمام الشعراني في كتاب، فقال انه زار في مصر اكثر من 40 مرقد من مراقد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. فدي محبه من المصريين، عشان كده يعني ربنا اكرمنا ودخل. طيب. عندنا بخصوص بقى صديقي كمان يعني محمد المرعشلي، اكيد اتعلمت منهم اغاني كتير وانشاد كتير. طبعا. هم مشهورين جدا كمان بانشود كمان بص على انوار نبينا. طب نسمعها منه ان شاء الله. اتفضل. يلا بينا. بص على أنوار نبينا سيدنا محمد نور هدينا، صلي على النبي أحسن صلي لأجل ما رد عليه يصلي من صوري، وأنا بمدح المكمل وبفضل شرف المدح حصلي. بص على أنوار نبينا سيدنا محمد نور هدينا، صلي على النبي أحسن صلي لأجل ما رد عليه يصلي من صغري، وأنا بمدح المكمل وبفضل شرف المدح حصلي. يا طه يا جد الحسنين يا سيدنا افدك نور العين، يا طه يا جد الحسنين يا سيدنا افدك نور العين، ولو هقول في الحب ولا لغيرك انت حقولها لمين، لغيرك انت حقولها لمين. حلوة الصلاة النبي الهاشم العربي العربي
بها أنو المطلبي وفي سهرتي طربي ولا يحصل الأنس غير بذكره الهاشمي العربي حلو الصلاة النبي الهاشم العربي العربي بها أنو المطلبي وفي سهرتي طربي ولا يحصل الأنس غير بذكره الهاشمي العربي صلواتنا من غير عدد وسلامنا على الهادي ويجيلنا منها المداد والخير على بلادي صلواتنا من غير عدد وسلامنا على الهادي ويجيلنا منها المداد والخير على بلادي ما الجلال في القلب بقى دايب من الجمال والجلال اللهم صلي على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صلي على سيدنا طه وعلى آله وصحبه والتابعين شفته في منامي تبسم لي شفته في منامي من يومها ببعت له سلامي للنبي سلامي شفته في منامي تبسم لي شفته في منامي من يومها ببعت له سلامي للنبي سلامي يطير 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 الحما انا عيني بزيارته مرمى يا يطير 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 الحما انا عيني بزيارته مرمى امشي له ولا طير في السماء يطير 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 الحما سمعني صلاة صلاتك عزين الصلاة عزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين سمعني صلاتك عزين الصلاة عزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين وزي ما بدأنا بيها نختم بألف صلاة وسلام عزين عليه الصلاة والسلام. أحسنت يا أمس. الله أحسنت يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. من ترددك كتير لستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، شفت التطوير اللي حصل في الجامع هناك، وشفت التطوير وأنت شايفة تطوير كمان اللي بيحصل في مساجد مصر كلها، رأيك في إيه؟ طبعا أنا مبسوطة جدا جدا إن إحنا وصلنا إن إحنا نهتم بمساجد آل البيت وتزيينها وإن إحنا نمدنها ونخليها بشكل أبهى، وده طبعا بيفكرني طبعا أهل السعودية لما بييجوا كده يزينوا ويطوروا في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا عندنا الاهتمام اللي حاصل دلوقتي ده أكبر دليل، حاجة عظيمة جدا صراحة. ولأن في هنا عندنا بضعة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عرفت اللي أنت بتحب قوي الشيخ محمد الكحلاوي، إيه اللي بيعجبك فيه بقى؟ أنا دايما بحب ودايما بتعتبريه كمان قدوتك يعني، والشيخ أحمد كمان ابنه، الشيخ أحمد بيقول لي الدكتور أحمد ابنه يعني يقول لي دايما أنت أمنة زينبية الكحلاوي، هو ما بيقوليش إلا كده، يقول لي أنت أمنة زينبية الكحلاوي الكحلاوي. فالشيخ محمد والشيخ أحمد طبعا من الناس اللي أنا بحبهم لأن بيمدحوا سيدنا النبي حبا في سيدنا النبي بروحهم. أنا دايما بميل لمدح سيدنا النبي اللي خارج بالإحساس مش مجرد أداء، لا انا بحس ان ده خارج منه الحاجه بحب. فسيدنا الشيخ محمد الكحلاوي هو محب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاجه بتاعته انشاده بيخرج من القلب وما خرج من القلب دخل الى القلب. نعم. طب لو حبينا نسمع حاجه للكحلاوي شيخ الكحلاوي جاني في منامي ولا ايه، نقول مثلا لاجل النبي ماشي. ولا جاني في منامي، دي جاني في منامي منام. دي انشوده ليا انا، دي انشوده بتاعتك انا بتاعتي عارف يعني. بس في برضه بتاع الكحلاوي برضه جاري في منامي برضه. لا خلاص. طب قولي طب لاجل النبي. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي
كلي لاجل النبي لاجل النبي، انت عالم بيا كلي كلي لاجل النبي لاجل النبي يا اله الكل كلي كلي لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كلي كلي لاجل النبي لاجل النبي يظلموني انت شايف يتهموني برضو عارف من عبادك حصل لي وانا في جاه النبي طالب رضاك والنبي انا حبيبي سيدنا النبي تقبل صلاتي على النبي ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي والقعدة حلوة والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي ترزقنا يا رب بزيارة عند النبي. أحسنت يا ابني حسنت. طيب هنعرف منك بقى مدرسة الإنشاد أثقلت موهبتك إزاي، وإزاي كمان بتختاري كمان أناشيدك اللي أنت بتحبي تنشديها. بس هنخرج فاصل بسيط نرجع تاني نكمل مع ضيفتنا النهاردة منشدتنا أمنة الزينبية. اهلا بحضراتكم من جديد، ومنوراني مشاهدتنا النهارده اللي منورانا أمنة الزينبية. وكنا قبل الفاصل كنا بنسالها بنقولها بقى مدرسه الانشاد اثقلت موهبتك ازاي، وازاي كمان بتختاري كمان اناشيدك، هل مثلا بتبقى على حسب طبيعه صوتك ولا عشان انت مثلا بتحبي مثلا المبتهل دوت او المنشد ده؟ تقولي يا أنا أثقلت المدرسة الإنشاد الديني، طبعا أثقلت موهبتي من حيث أن فيها تمارين أكتر، فيها ابتهالات. طبعا الشيخ طالب اسكندراني طبعا حاجة عظيمة جدا، فأنا طبعا التحية. طبعا كل التحية والتقدير لي. فأثقلت موهبتي جدا، كل طبعا زي ما بنقول كل شيخ له طريقة. أنا اتعلمت مع الأستاذ محمد ياسين المرعشلي، خدت منه الزبد. ما انت قلتي بص على نور نبينا ايه طبعا. الله يحفظك. نقول حفظها ما شاء الله. وبعدين رحت بقى المدرسة الانشاد الديني، تعلمت برضو يعني استمديت كتير جدا من اساتذتي هناك. اختياري الانشاد بقى انا دايما بميل للاحساس. انا ممكن اشوف انشوده جميله. بتحبي مدرسه الاحساس وليس مدرسه الصوت القوي؟ لا، الصوت القوي ده اساسي طبعا. ولكن في ناس بتحس ان هي بتنشد كده هي حاسه ده، وفي ناس تانية هي بتادي بحس ان هي بتمثل. فانا دايما بميل للمحب اللي بيقول مدح سيدنا النبي هو حبه. هو تحس مشتاق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج من القلب او ما خرج من القلب وصل الى القلب. طيب يعني انت بتختاري اناشيدك على حسب الاحساس، انت بتحسي الانشوده دي ازاي؟ وممكن يجي لي ناس كتيره جدا وشعراء كتير يدوني كلمات وانا احس ان اللي كاتبها مش حاسس اللي كاتبه. طيب فما بكتب ما بقولهاش. طيب احنا عايزين نتكلم عن دور السوشيال. انت بتقولي انا ابتديت من 5 سنين بس بقى موضوع السوشيال وكده، نتكلم عن دور السوشيال معاكي. بس الاول نسمع منك ايه؟ جاني في منامي. سيدنا محمد جاني في منامي. طيب اتفضل. عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد والله هدينا، سيدنا محمد ضيع عينينا، سيدنا محمد والله هدينا، سيدنا محمد ضيع عينينا. جاني حبيبي في منامي والله جاني، هتمنى ايه بعد زيارته بعد ما جاني. جاني حبيبي في منامي والله جاني، هتمنى ايه بعد زيارته
بعد ما جاني رؤيت حبيبي جمع كل الأماني. صلوا صلاة على الهادي على التهامي سيدنا محمد محمد والله هدينا سيدنا محمد محمد ضيع عينينا الورد فتح جناين فاحت طهوره لما نبينا تجلى وهدانا نوره الورد فتح جناين فاحت طهوره لما نبينا تجلى وهدانا نوره سيدنا محمد رسولنا من يوم ظهوره رحمة غمت عالدنيا لحظة وصوله سيدنا محمد محمد والله هدينا سيدنا محمد محمد ضيع عينينا. عليه الصلاة والسلام. أحسنتي. الله يحفظك. طبعا ده اللحن طبعا بتاع الفنانة نجاة أما براوة يعني. أما براوة. أنت بتختاري الألحان المميزة أو اللي فيها أغاني مميزة واصلة جدا لقلوب الناس. لقلوب وللسمع. وللسمع. ما شاء الله. الحمد لله. طيب أرجع تاني بقى لدور السوشيال، أنت شايفة إن السوشيال ميديا ساهمت في انتشار الإنشاد الديني طبعاً. في الفترة الحالية؟ طبعا يعني ساهمت كتير جدا 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 في إن إحنا ننتشر ونوصل لجميع البلاد. نعم. مش لمصر بس، لا في كل مكان في العالم إحنا الحمد لله صوتنا مسموع والناس بتسمعنا والحمد لله، يعني لعل ان ربنا يهدي بينا الناس. طب هو برضو حققت معاكي برضو شهرة برضو السوشيال ميديا في الخمس سنين اللي فاتت؟ الحمد لله، ولكن انا دايما قاعدتي ان المدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. انا سبت كام اثر في قلب كام واحد، مش كام واحد اتفرج علي. الله عليك. ممكن ملايين تتفرج عليا بس ما فيش حد يشوفني من على النت ويصلي على النبي، بس ممكن 100 يتفرج، واحد يتفرج عليا بس مدح في سيدنا النبي يدخل في قلبي. اصلا يعني هدف البرنامج ده اللي احنا اساسا كمان نصلي على النبي، يعني احنا بنقعد ساعه مع مشاهدينا الكرام عشان نقعد نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه والسلام. قولي لي بقى على موضوع التكريم اللي انت خدتيه بحضور الشيخ اسامه الازهري. هي كانت مفاجاه. يعني احنا ما كناش عارفين، احنا كنا فاكرين ان احنا طبعا نتكرم بحضور الشيخ محمود. ده كان فين بقى؟ في المدرسه. في المدرسه في قصر الامير طوز. فساعتها احنا اتفاجئنا واحنا طالعين على المسرح ده الشيخ اسامه جاي. فكان بالنسبه لنا طبعا احنا مبسوطين جدا ان حد من العلماء والناس الصالحين يكرمونا يعني، فكان مفاجاه جميله وكان يوم جميل طبعا بوجود حضراتهم. طيب نسمع منك ايه بقى؟ يا اللي انت رايح للنبي. يا رب كلنا نروح للنبي يا رب عليه الصلاه والسلام. اتفضلي يا عم. اللي انت رايح للنبي امانة سلم دي علي، قول له في مسكنة هنا طلبة تنول نظرة إليك، نظرة 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 أمانة سلم دي علي، الله الله قوله في مسكنة هنا، الله الله طلبة نول نظرة إليك، نظرة 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 لله واللي يحب المصطفى، الله الله في الدنيا والآخرة سعيد، الله الله ويبان عليه نور الرضا ويحب ربه والحبيب، نظرة 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 لله ياللي انت رايح للنبي امانة سلم دي علي، وقول له طلبة نول نظرة إليك.
نظرة للاويك على الله القبول أسعد ويدعي للرسول وياك على الله القبول أسعد ويدعي للرسول للحج وزيارة المقام يا ربي بلغنا المراد نظرة 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 لله. أحسنت عليه الصلاة والسلام. طب قولي انت بتوفقي ازاي بقى ما بين حياتك الشخصيه وحياه الانشاد؟ انت بتقولي كمان انت متردده كمان لآل بيوت الله. فيعني بتوفقي ازاي بقى؟ والله التوفيق ده ببركه الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبركه ربنا سبحانه وتعالى. والله فعلا كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي بركه في الوقت وفي العمر وفي الصحه وفي كل شيء وفي المال. فانا مش برتب، هي بتمشي ببركه ربنا وببركه سيدنا ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. الله فهو الله. احنا ماشيين كده يعني مكانك حيث اقامك. شوف ورا ربنا. قولي لي انت متجوزه؟ اه لسه طيب. متجوزه جديد ما شاء الله، الف الف مبروك. الله يحفظك. طب جوزك بيدعمك بقى في المجال ده جدا، وهو كان من الداعمين حتى والمشجعين ليا ان انا امدح سيدنا النبي يوم فرحي. يوم فرحك؟ طبعا انشدتي. ها انشدتي. هو كان مدعم ليا زوجي ووالد زوجي ووالدته كلهم كانوا داعمين جدا ان انا حابين ان انا امدح سيدنا النبي. وانا طبعا كنت من البدايه حابه اني ابدا اول ليله في حياه جديده بمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي احسن حاجه. طب الحمد. قولي لي انت عندك تجربه اللي انت بتحبي تحفظي الانشاد للاطفال؟ اه طبعا انا عندي برنامج على احد القنوات الفضائيه بدعم فيها الاطفال. بتعمل ايه يعني بتحفظيهم ايه بقى؟ هل علم المقامات ولا بتحفظيهم بتعرفيهم مبتهلنا القدام او شيوخنا القدام؟ لا هو انا احنا تعليمنا ليهم عباره ان انا في بدايه البرنامج انا بقدم سيره نبويه، وبعدين بحاول ان انا اجيب الاطفال المنشدين وببدا ان انا ادعمهم. طب ايه ليه الحكمه؟ في ناس كتير جدا بتسالني ايش معنى انت بتحرصي على يعني على دعم الاطفال في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانا لان انا شايفه ان مدح سيدنا النبي رساله، والاطفال دي هم يعني اللي هتقام عليهم الامه فيما بعد. احنا لازم نبني الجيل الجديد ونشكله زي ما احنا عايزين. اول ما الطفل بنلاقيه صوته جميل وحلو احنا بناخده لينا نعلمه ازاي يحب سيدنا النبي، ازاي يمدح سيدنا النبي ويستخدم صوته في مدح خير خلق الله. وده افضل حاجه لان فعلا هم دول المستقبل اللي جاي. أكيد. وطبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في امتي الى يوم القيامه، فهم الخير ان شاء الله اللي بعدينا بعد ما ننتقل الى الرفيق الاعلى. بإذن الله. هم دول اللي ان شاء الله باذن الله يكونوا بعدينا ويكملوا المسيره باذن الله. طب قولي لي شايفه ازاي التنافس ما بين الشباب والبنات كمان في مجال الانشاد؟ التنافس انا ببقى شايفه ان مفيش اي وجه مقارنه ما بين ان يحصل تنافس بين شباب وبنات. طب قولي لي انت شايفه ازاي المقارنه بينهم؟ ما احنا قلنا مفيش اصلا مقارنه. مفيش ليه؟ مقارنه ليه؟ لاني ربنا سبحانه وتعالى خلق صوت الراجل هو صوت جهوري، قرارات وجوابات معينه. احنا كبنات ما نقدرش احنا نجيب القرارات والجوابات. طب مين طب بيحقق مشاهدات اكتر ومتابعين اكتر؟ البنات. صدقني البنات يعني هم انا طبقا اللي انا حاليا ملمه كده بالسوشيال ميديا في العالم بتاع السوشيال ميديا بحس ان البنات بتخطف قلوب الجماهير اكتر. طيب ايه موضوع لقب شيخه المداحين او انت عايزه تحققي لقب شيخه المداحين؟ يعني فاهميني جه ازاي ده؟ انا شايفه من او جه ازاي في تفكيرك؟ ما جه في تفكيري لاني انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اني يعني ايه دي رساله في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. حابه اني الف العالم كله وابلغ رساله مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام ان شاء الله. ولعل اني كلمه شيخه المداحين ربنا يا طبعا يا رب يعيننا على انها عليها لانها دي حاجه كبيره جدا جدا. طبعا. حابه اني اعلم جميع الناس ان مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسالة ومش شهرة ولا جاه ولا الكلام ده. احنا في جملة كده جميلة بقولها دايما لأطفالنا، العبرة بمن صدق وليس بمن سبق، العبرة باللي صدق في يوم القيامة. اللي صدق يوم القيامة باللي صدق هنا في الدنيا في مدح سيدنا النبي. نعم. مش اللي سبق مش اللي في السوشيال ميديا طبعاً. والمشاهدات والفلوس والكلام. ودي متهيألي أهم رسالة أنت بتحبي توصليها في إنشادك. طبعا هي رسالة للأطفال ولكل المنشدين. طيب لو ختمنا معاكي بقى نختم بأنشودة جميلة تقول لنا إيه؟ صلي على سيدنا النبي جد الحسن، ولا حضرتك عايز حاجه تانيه؟ يلا عليه الصلاه والسلام. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي 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 على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي صلي.
سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة والجبا شمس وساطعة والكحل رباني ولاية في الرموش والنن ليل النن ليل مهما سهر في الأحبة ما يشبعوش صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن وتملى في الوجه الحسن في سنانه شق طليامة منه نور وريقه عنبر والعرق مسك الزهور والشعر ناعم منبته فوق الجبين ابيض منه بالعداد يا دوب عشرين بالطوب الابيض كان حاكم مصر بهدي ابطي هادي والنبي قبل الهدية وسيفه كان له قبضة فضة تلقى فيه الكف ناعم انما القبضة قوية طالت حياتك يا نبي وكفك شريف لا ضربت عبد في يوم ولا ضر الضعيف بيتكلم على مهله وصمته كلام ويبكي بحرقه والضحكه بالابتسام صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن واتملى في الوجه الحسن صلي على سيدنا النبي جد الحسن صلي على سيدنا النبي جد الحسين ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين ميلاده كان في يوم اتنين وموته كان في يوم اتنين أدى الرسالة وتمها بين اليومين صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن واتملى في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي صلي ومفيش احسن من الصلاه على النبي بيختم بيها حلقتنا النهارده نورتينا يا امنه والله حضرتك يبارك فيك يا رب العالمين ده نور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امين يا رب مدد يا رب مدد يا رب مشاهدينا الكرام بكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم مدد تحياتي ليكم واشوف دايما حضراتكم على الف خير